ضيفنا الجمعة هذه إدريس المحيرسي، اللاعب السابق للترجي الرياضي التونسي واللي مازال كيف وقع مع الاتحاد المنستيري، باش يحكي لنا في حوار خاص جدا على الكرة، على حياته الخاصة بين الذكريات والطموح. إدريس حللنا قلبه وتكلم كما عمره ما تكلم قبل في لقاء استثنائي من القلب في انستافان. ضيفنا إدريس المحيرسي، استنوا حوار خاص مع اللاعب التونسي، نحكيو معاه على الترجي الرياضي التونسي، تجربة الاحتراف في فرنسا، العودة لتونس مع الاتحاد المنستيري، الحياة الخاصة لإدريس المحيرسي، هذا الكل في حوار من القلب. إدريس المحيرسي مرحبا. مرحبا بك هادي. صباح؟ صباح الحمد لله. وانت خويا؟ شنو جاوك مع انستغرام؟ شو با ترو انستغرام. 43000 يتسموا به. MD 10 اي محيرسي إدريس 10. اما انت كورت برشا ارقام. اي لعب بثمانية، خرجت بسبعة في ليكيب ناسيونال كون جيتي جون افيك ليكيب ناسيونال، جيتي نيميرو 7. ابخي في تونس في ليسبيرونس لعب نيميرو 8 مع ليسبيرونس، وكي مشيت لفرنسا ريد ستار بديت ب 18 ومن بعد وليت 10. اول تصويره تتذكرها؟ لا. هاي كان عندي شعر. وين مشي؟ صحيح كا وراثه؟ بالوراثه. بالوراثه. قداش عمرك هنا؟ عمري سيزون، سيزون اي 8 موا. 16 سنه بديت الكره؟ بديت نكاور. لعبت اول ماتش نتاعي 16 سنه و 8 شهور بالضبط. شنو اللي هزك للكره؟ اللي هزني الكره اللي انا تولدت في عائله مكاورجي. بابا اللي تي ان اونسيان جوار في شيمينو كان يلعب، وان اونسيان اونترونور زاده في شيمينو، وخويا زاده سيتي انا اونسيان جوار. دونك بالوراثه كوا. تتورث الكره بصراحه؟ والله صحيح تتورث خاطر كي يبدا عندك بوك ودار فامي كلها متاع كوره، دونك ديكو باش تلقى روحك ديريكت وحدك هزيت كوره وبديت كوت. ربي فضلها. بفضلك. لا عيني عيني. وموجودين معاك لهنا يتفرجوا؟ هذوما جابني وقتها لفرنسا، جابني لباريس تفرجوا في ماتش كونتر لونس وقتها، نلعبوا وقتها ماتش ايتي تري امبورطون الماتش هذايا، وبزهر وقتها خسرناه. وقت اللي جاو سيتي حاجة باهية على الآخر، الناس كل حتى في فرنسا غادي البريزيدون فرحان بهم كان، وأنا جيتي فيغ اللي بابا وأمي شافوا كيفاش لعبت فرحانين بيا غادي. قدمهم لي، شكون هما؟ بابا كيما قلت لك، سي أنا الكاركتير نتاعو حاجة ما فماش، صاحبي بالرسمي، صاحبي اللي ما خبي عليه شيء، خويا كل شيء معناها بابا. والوالدة؟ الوالدة ما تخدمش. عرفها بابا من عرفها بجرة الكورة زيادة، عمل مرة استاج في عند راهم، ذكر قبل استاجتها عند راهم يمشيوا، عرفهم من غاديكا وتعرفوا على بعضهم ولا. قداش أخوة أنتم؟ احنا عندي زوز أخوات وبنية. ربي يفضلكم لبعضكم؟ أربعة نحن الكل. وفيهم كوارجية ولا ليه؟ أي خوي الكبير اللي فلتة، أما الله غالب ما مشيتش معاه، الله غالب، أنا ما نجيش أي قدامه نقول. خويا الكبير رفعت فلتة من الفلتات اللي كيما برشا مواهب ما صدفش ووصلوا معناها، فهمت؟ هذا غلب. شو اللي يلزم في الكورة باش الفلتة هذه شو اللي يلزم؟ تنجم شو اللي كان عندك ما كانش عند خوك؟ تنجم تقول لي مخ. مخ. مخ خويا قبل، وتعرف اللي قبل زاد ما كانتش الكورة كيما توا، فهمت؟ قبل كان فوالا من المخ المخ المخ، أما كتكنيك حاجة ما فهميش، حاجة ما فهميش بالحق. فما التصويرة برتجيتها هي هذه بلها مثلك الأعلى؟ شكون ما يحبش بلها؟ والأسعد الورتاني زادة اللي توفى، شكون ما ينجمش لكور دي اليوم معناها في الاسبيرانس معناها بلها معناها الله يرحمه. شو اللي يعجبك فيه؟ بلها لغاش دو فانك اللي كانت عنده، حبه للمريول، لعب للمريول، واللي توفى وهو لابس مريول الاسبيرانس، فهمت؟ اللي توفى لابس مريول ليسبيرونس. سعد. كيما قلت كنا عندي شعر اخوان. شعر طويل ها؟ قداش عمرك هنا؟ ليسبيرونس هذا اخر عامي في ليسبيرونس. اون 2016 عمري 22 توا صغير معناتها؟ اي انا كيما قلت لك طلعت عمري 16 سنه، توا العباد ماشي في بالهم اني انا كبرت وكل شيء، وانا جاي 25 مازلت، فهمت؟ وعندي تو بريسك 9 عام. هنا اخر عام في الاسبيرانس. اخر عامي في الاسبيرانس. قرار انك تخرج من الاسبيرانس وانت عديت فيها مسيره كبيره. عديت 6 سنين في الاسبيرانس. كيفاش كان القرار هذا؟ وكيفاش خذيته القرار هذا؟ والله القرار خذيته سيتي فوالا، حبيت اول حاجه اللي انا حبيت نخرج لاوروب، فهمت؟ حبيت نجرب.
عبيت مش كيما برشا عبيد يحكي ويقولوا لي إدريس كان طمع في الفلوس اللي انا نقولهم اونتر بارونتيز كان طمع في الفلوس ما نمشيش ريد ستار يلعب في ليغ 2 في فرنسا خاطر مانيش باش ناخذ حتى شيء في فرنسا فهمت دونك انا جي ايسيي افيك مي اجون باش نخرج نعمل فوالا التجربه نتاعي في الاوروب من الاول سيتي نيكيل سيتي مش نورمال عديت سيزون غوله على الاخر ابخي فوالا فما برشا مشاكل صاروا فوالا اي ماريو ريد ستار قداش قعدت في ريد ستار؟ قعدت ثلاث سنين العام الاول كيفاش كان في كلمه؟ العام الاول سيتي انوبليابل العام الثاني ماذا بيا نفسخوا من ناحيتي في جمله علاش؟ على خاطر نورمالمون ما نقعدش غادي بعد العام اللي عديته الاول نخرج ديريكت الله غالب من بتات مني انا ومن لي زاجون تاعي فهمت اللي انا قعدت في ريد ستار مالغري كنت نجم نخرج ونلعب في اقوى لي كلوب في ليغان خاطر لي ستاتستيك اللي عملتهم في الاول عامي جيتي دوزيام ميور باسور في ليغ 2 جيتي ايلو دو فوا جوور دو موا في فرنسا ومش بالسهل في اول عامك باش تعمل هذا كل ابخي تو سا تلقى روحك في الناسيونال طحنا خاطر نحنا وقتها تلقى روحك باش تلعب ناسيونال وانا كيما قلت لك جيتي انترناسيونال وكنت وقتها حتى في الليست كورت نتاع الكوب دو موند اي دانكو تلقى روحك تلعب ناسيونال سيتي دور بور مو فهمت ولاجون تاعي ما نجمش يخرجني وقتها خاطر لو بريزيدون طلب مونطون سيتي 1 مليون دورو فهمت دونك جيتي اوبليجي ما نجمش ما سيري ما كانش بيدي فهمت العام الثالث العام الثالث فوالا جي با ترو جوي خاطر كيما قلت جيتي ديغوتي حبيت نخرج كوت كوكوت حبيت نخرج ما حبيتش نقعد ما لعبتش برشا منك انت ما حبيتش تلعب مش هما ما حبوش يلعبوك لا لا مني انا و سيتي دو ما فوت فهمت نورمالمون جو ريست كونسونتري كام نكور مي هادي نوبلي با كو مونتالمون جيتي بالرسمي تعبت وكل شيء هذاك علاش خليني نقعد برشا استناوك باش ترجع للترجي اه ليك والله صحيح برشا انا كي نخرج للشارع على توا معناها العباد عيطوا لي والجماعية معناها انا ولد ليسبيرونس فهمت علاش ما رجعتش للدار؟ بوتيت كو ما كلمني حد وان بلوس انا جي بريفيري نرجع لبوابة المستير الفريق كبير على الاخر وتوا يعمل اوني بروميي في الكلاسمون وانا جي بريفيري جوي افيك لو كوتش لاسعد جاردا اللي هو اللي كلمني وباش نمشي نلعب معاه نحب نعمل فوالا نحب نرجع من بوابه المستير خير ميو كو نرجع من بوابه اخرى ما كلمني حد كنت تستنى في التليفون لا كنت عندك شروط لا ولا لا عمري ما تشارطت على حتى جماعي انت كما قال وانا تشارطت انا ما تشارطتش فما شكون كان يستناك في قريت في ليتوال في الكلوب زاد في الكلوب في صفاقس في صفاقس صحيح صاروا دي كونتاكت انا والله ما كلمونيش بيرسونيلمون مي كلموا لاجون تاعي وانا قلت له لا معناتها ماهيش حكايه فلوس فوالا هنا نرجعوا ديما نقول لك نحب على الفلوس راني من وقت ليسبيرونس ما نمشيش ريد ستار نمشي للخليج وكان عندي دي كونتاكت في الخليج كبار ياسر معناتها في الاربعه اللي سميناهم يا الترجي يا لا نجم تقول بي هاكا فهمتها وانا اللي ما نفهمش برشا في الكوره بدل الموضوع تحبني بدل الموضوع ولا انا بدلت الموضوع ان شاء الله ما تندمش لا ولا لا هذيا سي لا فام دو مون امي اي مرت صاحبي هذا خويا اللي جا معايا اليوم وبرشا قالوا انها مرتك اي برشا في بالهم ما خبتوا حتى في الباج وقتها وهي سي كوم ماسور سي كوم ماسور اي مرت صاحبي مرت صاحبك معز معز مرتك ما فهمتش تصورها مرتي ما فهمتش تصورها علاش؟ خاطر حزار حزار بيان سور بيان سور مرتي عرفتها في فرنسا مرتك فرنساويه؟ زوز تونسيه فرنساويه تونسيه فرنساويه وقتاش عرست انت؟ ما عرستش عملت كلمه مازلت باش نعرس بيانتو بالحق؟ ان شاء الله بيانتو ان شاء الله لا انت دخلتني بعضي راه عليه؟ هذا مش كون؟ لا ولاد اختي بيا عمر انت غايه في التمويه انا في بالي هذه مرتك؟
وهذا ما ولادك؟ ريت لي هذوكم ولاد اختي. بيا بنت اختي هذيك. عيني هذوكم. ربي يسون؟ عايشك عايشك. مادام نشرتهم على انستغرامك عندي الحق نوريهم في التلفزيون. بيان سور بيان سور بيان سور بيان سور. دونك هاي نشوفوا مرتك توا. واه. شنو؟ كيفاش عرفتها؟ عرفتها في باريس. بعد ماتش في ريد ستار جيت تفرج فيا. جيت تتفرج بالذمة؟ آه. مش بالذمة خاطر حكاية طويلة. لو نلخصوها الحكاية طويلة. اه لو نلخصوها جيت تفرج في ماتش مع سافامي ومن بعد بدا الكونتاكت انا وياها وقعدنا تو عندنا بريسك 4 اون معناها قصة حب كوا. فهمت؟ منين بالضبط؟ مستير. من مستير. فهمت؟ على شو جيت مستير والله ليه. لا 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 سي ان شوا سبورتيف. لا والله صدفة صدفة والله هذه صدفة. انا سي ان شوا سبورتيف اللي عملته. علاش عملت هيزيتاسيون وقت قلت لك منين؟ خاطر فوالا باش تفهمها جو. باهي العرس وقتاش؟ مازال ما تفهمناش. مازال علاقات كيما هكا يا باش تمشي تعيش معاها يا هي باش تجي تعيش معاك. حسمتوه الموضوع ما بيناتكم ولا لا؟ هو محسوم الموضوع. جيت عيش معاها؟ محسوم لا هي باش حتى كان من الاول سي هي باش الفا ترافاي ايور وانا باش نخدم في بلاصه نجمو افيك لا ديستونس وكل فهمت. مي بون لو بلوز امبورتون في دون اون ريلاسيون كو تبدا انت واللي معاك متفاهمين في كل شيء فهمت. جمهور الترجي ايش تحب تقول له؟ جمهور الترجي من اقوى الجمهور اللي ريتهم واللي لعبت بمريولهم اللي فوالا تشوف فيه معناها في كل بارتي كيفاش يدز مع جمعيته وكيفاش سي اون فيغتي للجمعيه للترجي سي اون فيغتي جمهور الترجي. شنو يستنى فيك الجمهور هذا باش تقول له؟ الجمهور هذا مش يستنى في دريس باش يقول له، الجمهور هذا يعرف لي يعرف الاغلبيه نتاعهم يعرفوا انا قداش نحب جمهور الترجي. نتصور اصعب ماتشواتك باش يكونوا مستير مع الترجي. سي فغي سا سي فغي. بينو قلب لعبت باش نلعب قلب الفانكور خدمتي تو انا لابس مريول مستير الازرق والابيض ولاد المستير. اللي هما اليوم زاد كيف كيف يراو فيك ولدهم مادام لبست لهم مريولهم. بيان سور. باش توعدهم جماعه المستير؟ فوالا هذا اول انترفيو راه نحكي فيه على المستير بالحق والله. اللي نوعدهم في حصه مش رياضيه. حصه مش رياضيه ولا نوعدهم اللي انا جاي باش نعطي البلوس كيما قلت لك تو المستير الاولى في الشامبيونا والعباد الكل تحكي على الروندمون نتاعها وكيفاش تعدى في سيزون اكسيبسيونيل معناها فهمت. دونك انا باش ندخل في المنظومه هذيا باش نعاون باش نعطي البلوس وان شاء الله اخر العام نكونوا متوجين بالبطوله ان شاء الله. ولاد المستير جوارات اللي غاديك بينو جو استقبلوك؟ فوالا مازلت حتى ما مشيتش غاديك انا اي مازلت ما عملتش حتى اونترينمون معاهم مي نعرف برشا منهم نعرفهم برشا مش غريب علي البطوله التونسيه كيما قلت لك هذه لعبت 6 سنين في تونس دونك راني باش ندخل معاهم باش ندخل في المنظومه نتاعهم باش نعاون المستير باش نوصلوها ان شاء الله خاطر لوبجيكتيف نتاعنا بيتيت كو لوبجيكتيف نتاع المستير سي با الشامبيونا ولا شيء مي بو موا لوبجيكتيف سي الشامبيونا جيت باش نلعب على الشامبيونا خاطر هنا لي مويان بو فيغ سا. في استراتيجيتك قداش ناوي تقعد في المستير؟ عام نعطي فيه كل شيء نوري نعاود كيما نقولوا نرجع اسم ادريس اللي لعبت بوتيت خنسيتو خاطر عندي برشا ما لعبتش نعاود نرجع اسمي وعام نعطي فيه كل شيء للمستير ومن بعد ربي يسهل في بعد فتره صعيبه في فرنسا بنو معنويات رجع لتونس فانكور باش نرجع باش نوري بيان سور انا ما وقفتش راه لونترينمون برشا عباد يقول لك ما لعبش برشا وكل شيء فما برشا دي زيكزومبل في تونس اللي قعد عامين وثلاث سنين ما لعبش وتوا يلعب في اللو نيفو فهمت دونك فوالا انا كوم سي دي شوي انكور جون جي 25 اون عندي الوقت قدامي باش نرجع باش نحاول لو ماكسيموم نوري سي كي ادريس المحيرسي بالرسم شكون هو ادريس المحيرسي. دريس المحيرسي عندي ليك مجموعة أسئلة حاول تجاوبني عليهم في أقل من 90 ثانية حاضر؟ حاضر. دريس أحسن موسم لعبته في مسيرتك؟ 2015-2016. أحسن مدرب لعبته معاه؟ عمار سوايع. أصعب مقابلة لعبتها؟ ماتش سفيقس. كنت نجم تعود مسيرتك في رياضة أخرى، شنو هي الرياضة هذه؟
نحب الNBA دونك باسكت. اللاعب اللي تتمنى تلعب ضده في مباراة؟ نيمار. اللاعب اللي تتمنى تلعب معاه في مباراة؟ كريستيانو. مثلك الأعلى في الإسبور الكل؟ ليبرون جيمس. أكثر مدافع شكل لك صعوبات في مسيرتك؟ شمس الدين الذواتي. أضمر كوارج عرفته؟ وليد الهيشري. أحسن لقب فزت به؟ تشامبيونز ليج. أكثر قانون ما تحبوش في لعبة كرة القدم؟ لوجو. ماتش بكيت كي خسرته؟ ماتش ليتوال. ماتش بكيت كيف ربحته؟ ما الفينال نتاع تشامبيونز ليج. كي كنت صغير شكون الفنان أو المطرب اللي كنت مغروم به؟ قولوا صبر الربيع. طبيعة خايبة فيك تحب تنحيها؟ الغش. أول حاجة شريتها كي مشيت تعيش في فرنسا؟ تيلي كاتكا. أول عبد أعلمته اللي أنت ماشي تلعب في فريق ريد ستار في باريس؟ أمي. لو كنت نجم تاخذ موهبة من عند لاعب آخر، شنو هي الموهبة ومن عند شكون تاخذها؟ ساقي سارة متاع ميسي. الصور المتحركة المفضلة عندك؟ ناروتو. كان تجبر باش تاكل حاجة واحدة مدى الحياة، شنو هي الحاجة هذه؟ رز جربي. كنت نجم تبدل التاريخ وتفسخ لحظة في مسيرتك، شنو تكون؟ الضربة متاعي ماتش بجاية. إدريس، نصيحة تعطيها للاعبين الشباب؟ اللي لازمهم يمنوا برواحهم ويحلموا وبقدرة ربي يوصلوا. إدريس المحيرسي، يعطيك الصحة. ميرسي.